بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن النكاح المقصود به عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. لو وردنا سؤال ما هو النكاح، أقول هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فمعناه أن هناك عقد غير صحيح. ما هو هذا؟ هو الفاسد. وآخر غير صحيح ما هو؟ هو الباطل. ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ أقول الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. الشروط ثلاثة، الشروط أربعة، والأركان ثلاثة. الأركان الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة قلنا بأن النكاح باطل. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. فإذا اختل واحد منها قلنا النكاح فاسد. وقلنا بأن هناك محرمات بالنكاح، لا يجوز للإنسان أن يتزوج أي منهن، محرمات لأجل النسب، ومحرمات لأجل الرضاع، ومحرمات لأجل المصاهرة. محرمات لأجل النسب كالبنت مثلا والأخت والأم والجدة، ولأجل المصاهرة أم الزوجة أخت الزوجة وما أشبه ذلك، أو بنت أخيها أو بنت أختها. ومحرمات لأجل الرضاع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكرنا أصنافا عدة، وبقي أن نعرف من تحرم على التعبيد، وهي الملاعنة على الملاعن. الملاعنة على الملاعن تحرم على التعبيد، ولو قال كذبت، ولو حصل مثلا اعتراف منها بعد ذلك، فهي تحرم عليه على التعبيد بعد الملاعنة. ومما يحرم العقد عليه إذا كانت المرأة متزوجة، فيحرم أن تتزوج آخر ما دامت في عصمة الأول، والأول على قيد الحياة مثلا. وإذا كانت أيضا يعني مثلا نقول إذا طلقها زوجها وهي لا تزال في العدة فيحرم العقد عليها. وكذلك إذا حصل أن يعني وطئت بشبهة فيحرم عليها ما دامت لم تنتهي عدتها، وهكذا على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل.
النوع السابع. النوع السابع من المحرمات منكوحة غيره، يعني امرأة في عصمة رجل يجي ويخطبها، كيف تخطبها وهي في عصمة زوج؟ أو مثلا زوجها مريض نقول، أو زوجها مفقود، أو غير ذلك. لا، لابد أن نتأكد. لا، إذا فقدنا زوج فلا بد أن نحكم بوفاته أولا، وإذا كان مفقود لابد أن نعرف أنه يعني انتهى وأننا عيسنا منه وأنه لا مجال لعودته، وحكم القاضي بفقده، فيمكن أن نعقد عليها، وإلا فإنه لا يصح أن يعقد على المرأة المتزوجة. نعم. منكوحة غيره والمعتدة منه. والمعتدة منه يعني من غيره. رقية مثلا عند زوجها، من زوج محمد، طلقها طلقة رجعية، فيحرم أن يعقد عليها إنسان آخر، هي من المحرمات لأنها رجعية، ويجب على، وقد يحصل بينها رجعة وبين زوجها. طيب، ما حصل رجعة، قد تكون مثلا حامل في، أو قد يتبين بها حمل بعد ذلك فمن زوجها، فيكون إذا وقع الإنسان خلط ماءه مع ماء غيره، وهذا من الأمور المحرمة. نعم. والمستبرأة منه لقوله تعالى. مستبرأة، وش معنى والمستبرأة؟ وش معنى يا شيخ بكاي؟ يعني هي من ذات اليمين، يعني من ملك اليمين، وقعها ثم أراد أن يبيعها. يعني لو كان ملك اليمين موجود، لو كان ملك اليمين موجود وقعها ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها، نقول لابد من الاستبراء، لأنه قد يكون حصل بينها وبين سيدها مواقعة، ويتحل له، لأن الله يقول في محكم التنزيل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لكن لو أراد أن يبيعها، ما هو وقع بالليل ويبيعها بالصباح أو بعد أيام، لا، لابد إذا أراد أن يبيعها أو يهديها أو يتبرع بها فلا بد من الاستبراء. والاستبراء يكون بحيضة، بمعنى أن تحيض، فنعرف أنها ليست شيخ علي، ليست حامل. يقول الشيخ علي الاستبراء الفائدة من أن نعرف أنها ليس في بطنها ولد، ليس في رحمها حمل، فإذا كانت يعني نعرف أن العدة تجب على المرأة، قد تكون العدة بوضع الحمل، وقد تكون العدة بثلاثة أشهر للصغيرة والعائسة، وقد تكون العدة بثلاثة قروء أهل ذات الحيض، وقد تكون العدة يعني بالانتظار بالنسبة للمفقود، المدة التي حددها الشرع، وهكذا، لأنه يعني لأن لا تنكح المرأة حتى تنقضي عدتها. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به عمة أم ولد. نعم. لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولقوله تعالى: ما يعني يمكن يتزوج الإنسان واحدة، ويمكن يتزوج ثنتين، ويمكن يتزوج ثلاث، ويمكن يتزوج أربع، لكن لو أراد فالزيادة على أربع فلا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان عنده عشر أن يمسك أربع ويفارق ست، إلا إذا كان بملك اليمين فمهما كان العدد. ونقول الآن ما عندنا شيء بملك اليمين، وإنما ذكره المؤلف هنا لأنه كان موجودا في وقتهم، أما الآن فلا يوجد. كيف لا يوجد؟ نقول لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، قالوا من يدعي
بأن هذا الشخص ملكا له يثبت ذلك ويأخذ ثمنه والناس أحرار، ليس في رقبة أحد لأحد شيئا، كلهم أحرار، الدولة وفقها الله اعتقت الجميع. نعم، لكن لو عند الإنسان جارية والجواري قلنا لا ينحصرن بعدد، فيمكن يقول عند الإنسان 15-20 لا مانع من ذلك لو كان موجود، لكن غير موجود. وإلا فالله سبحانه وتعالى ويقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالأزواج المحددات بأربع أو ما ملكت اليمين مهما كان فإنهم غير ملومين. نعم، ولقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. نعم، ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه، ولأن تزويجها يعني لو تزوجت وهي في العدة يمكن تكون حامل، الحمل هذا هو زيد ولا العبيد، الحمل هذا هو الخالد ولا المحمد، لابد أن نستبره، لازم نتأكد. فلذلك ممنوع، المرأة ممنوعة من الزواج إلا بعد أن نتأكد من خلو الرحم، أن نتأكد من خلو الرحم لأجل ألا يحصل هناك اختلاط في الأنساب، هذا لمن، لكن إذا تأكدنا، إذا حاضت مرة، حاضت الثانية، حاضت الثالثة، تأكدنا. أو مثلا كانت آيسة بلغت سن 50 أو صغيرة أقل من 9 فإننا نكتفي بثلاثة أشهر وتنقضي عدتها بهذه الثلاثة. نعم، واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح أو محرم، لأن تزويجها وهي مثلا ما دامت في العدة يحصل الاختلاط الأنساب، هذا يقول الحمل لي وذا يقول الحمل لي، وهو هذه ما هي بقرة ولا ناقة ولا شات ولدها لفلان وهي لها، لازم نتأكد، فيحصل اختلاط الأنساب. وإذا أمضينا العدة التي ذكرها الشرع 13 بالنسبة للصغيرة والآيسة، وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، ومن ارتفع عيضها ولا تدري ما هو السبب تنتظر سنة، ومن هي من ذوات الأقرى 3 حيض، وإذا جاءت يعني حاضت 3 حيض تأكدنا أنه ليس هناك أي احتمال لوجود حمل. نعم، أو من غير وطأ لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة، فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول، فلو جوزنا تزويجها وهي معتدة يختلط الحمل، الحمل في بطنها هو من الأول ولا من الثاني، يمكن الأول وبقي حامل ويمكن الثاني، لذلك نتأكد، لا بد من التأكد. ومر بي قضية بأن الحمل في بطن أمه جلس سبع سنوات ثم بعد ذلك تمت ولادته، ومر بنا بأن المؤلف كتاب الروض المربع ذكر عن الإمام أحمد أو ذكر قصة، بيقول كان جارنا وسماه قال جارنا محمد بن عجلان، يعني اسمه مثل اسمه، كان الحمل 4 سنوات، كانت امرأة تحمل 4 سنوات، كل حمل يستمر في بطنها 4 سنوات وهكذا. المهم أننا نتأكد ولا نتساهل في هذا الأمر لما فيه من اختلاط الأنساب، من اختلاط الأنساب وعدم تبيينها، وهي من الأهمية بمكان. نعم، لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول، يعني هذا وطئ تزوجها واللي مطلقها من أول، قد يكون الحمل الأول وقد يكون الحمل الثاني، لكن ما دام تزوجت قبله ننتظر حتى نتيقن أنه لا يوجد حمل، وذلك يكون بوجود الحيض. نعم،
فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنا لم ينفسح نكاحه، لأن فإن وطئت امرأة بشبهة، وشلون يا بني في شبهة؟ شيخ عثمان اقرأ يا فإن وطئت امرأة بشبهة. شو يقول يا شيخ بكاي؟ اي شو يقول يا شيخ بكاي؟ نعم، يعني يحسب ان زوجته ادخل عليها قد يكون عمى وهي ايضا عمياء ولا تعرفه وهو ما يعرف، دخل عليها على اساس انه هو الزوج ووقعها، فهذا هل نقول عليك الحد؟ هل الحد؟ يعني لو واقع شيخ تركي، لو واقع ما نقول عليك الحد، لان الحد لابد له من ضوابط. الحد وهو الرجم بالحجارة حتى الموت أو جلد 100 وتغريب عام، لا بد له من ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أولا نقول تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. ثانيا انتفاء الشبهة. لو قال أنا وقعت على أساس أنها زوجتي وهي مكنته قالت على أساس أنه زوجي، فمعناه ليس عليهم حد. وانتفاء والثبوت، الشرط الثالث الثبوت، والثبوت يكون بأحد أمرين، إما بالإقرار وإما بالشهادة. بالإقرار، والإقرار يكون كذا، وبالشهادة، والشهادة تكون بكذا، ولكن ما في حد. إذا في شبهة ما في حد. السؤال اللي سألتك يا شيخ تركي مسألة ذكرت ولا لها الحين، اللي قلنا دخلوا عليه المرأة ودخلوا على الثاني مرأة، وكان هذه حسب زوجته وهذه حسب زوجته، شفتوا شو الحل ولا لها الحين أو نسيت؟ زين، نعم. فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنا لم ينفسخ نكاحه، لأن النكاح سابق فكان أولى، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. ما يحل له الوطء حتى تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة جاز. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماؤه زرع غيره. رواه الترمذي. وقال شيخ علي متى حنين يا بني؟ أحسن، ما شاء الله الشيخ علي موفق. بعد الفتح على طول، بعد فتح مكة ذهب عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وحنين على مقربة من الطائف، وثم بعد ذلك حصلوا على الغنائم. تذكر الغنائم كم يا شيخ علي؟ أولا نقول الغنم، الإبل كم؟ كم الغنائم شيخ تركي؟ غنائم 24,000 راس من الغنم، من الإبل، 24,000 راس من الإبل، و40,000 راس من الغنم، وهكذا. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود وزاد يعني إتيان الحبالة، يعني إتيان الحبالة، يعني جماع النساء اللاتي في بطنهن أولادهن، يعني فيهن حمل. نعم. ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه، ينسب للأول ولا ينسب للثاني، فيحصل عندنا إشكال. نعم. قال أحمد: وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطأها، هي عنده بملك اليمين ويحق له أن يواقعها أي ساعة شاء وبدون قسم بين نسائه أو بدون قسم بين ما
منهن بملك اليمين، لكن إذا علم منها الفجور، وإذا علم منها الخنا، وإذا علم منها التعدي، فلا يصح له أن يواقعها، لأنها قد تأتي له بمن هو أجنبي، وقد تنسب أو ينسب أولاده إلى غيره. نعم. فلا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه، ليس منه، لأن على أساس أنها ملكه، وأنه وقعها مكنت واحد ثاني من الفجور. نعم. فصل. عندنا الآن امرأة معتدة، هل يجوز للإنسان التعريض في خطبتها؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين. إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائن ففي العدة يجوز التعريض، وإذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح. نقول أيها الأحباب، التصريح بخطبة المعتدة، التصريح لا يجوز ما دامت في العدة بعد، وأما التعريض ليس تصريحا وإنما هو تعريض، فإذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز، لأن زوجها قد يرغب فيها ويترغب فيه، وإذا كان الطلاق بائنا فيجوز للإنسان أن يعرض. ما كيف يعرض؟ يقول لا تفوتيني، وتقول هي إن مثلك لا يرد، هذا كله تعريض، يعني ما في تصريح بالخطبة أريد أن تزوجك، أريد أن أتقدم أكذا، لا، يقول لا تفوتيني، فتقول هي إن مثلك لا يرد. فالتعريض جائز للمعتدة البائن، ولا يجوز للمعتدة الرجعية. نعم. ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة. الرجعية يعني كل يوم يتوقع أن زوجها يرجع، وقد مر بنا بأن الأولى أن تبقى المطلقة طلاق الرجعية في بيت زوجها، وأن تتجمل له، وأن تظهر بالمظهر اللائق لعله يراجعها. وقلنا إن المراجعة تكون بأحد أمرين. نعم يا بني، المراجعة تكون بأحد أمرين، هما القول والفعل. القول بمعنى يقول راجعت زوجتي فلانة، والفعل أن يفعل ما يحل له، ما يحل للرجل من أهله، كان يقبلها أو يحتضنها أو شيء من ذلك. فبينما إذا ذهبت إلى بيت والدها أو ذهبت إلى بيت أهلها أو سافرت إلى مكان ثاني، قد يكون الاتصال بعيدا وتمضي الأيام ثم تنتهي العدة ويحصل الفرقة. لذلك نص الفقهاء على أن الأولى أن تبقى في بيتها وأن تتجمل له، إلا أنه لا قسم لها، ما دامت معتدة لا قسم لها، لكن الأولى أن تتجمل لعله أن يرى منها ما يرغب فيها فيعدل، إما بالقول وإما بالفعل. نعم. لأنها زوجة فأشبهت ما قبل الطلاق، ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني إذا كان الطلاق بائن يعرض الإنسان، والتعريض يقول أنا في مثلك إني في مثلك لراغب، وتقول هي ما يرغب عنك. وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك. ويحرم التصريح، إذا كانت معتدة يحرم التصريح، وإذا كانت بائن يجوز التعريض. نعم. ويحرم التصريح لأن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح،
ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن لا يؤمن أن لمنه عرض لمنه يعني مثلا صرح لها أن تقول انتهت العدة تريد الخلاص من الأول تقول انتهت العدة وهي غير صادقة فيحملها هذا على الكذب. نعم. فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض. فأما البائن بخلع فلزوجها لو بعد يوم أو يومين يعني لو مثلا وهم في المحكمة كتبوا الصك الخلع بعدين راحوا للمكتبة الثانية عشان يستلمون الصك قالت له وش رايك فلان نرجع البعض أو هو قال وش رايك. فأما المفارقة بخلع فليس هناك بالنسبة للمخالع ليس هناك أي محذور من رجوعهما ولو ساعة إجراء العقد. نعم. فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنه يحل له نكاحها في عدتها إذ لا يصان ماؤه عن مائه. كنت أيضا كثيرا ما أقول للأخوات يعني وهم في المكتب وتريد الفراق وتريد تدفع مال علشان يطلقها ونقول يا بنت الحلال لعل تعوذي من الشيطان وتذكر يا الأولاد مصيرهم وحالتهم وقلت لها أنا أعتقد أنهم بالليل سيكون النوم صعب عليك. قالت ولماذا؟ قلت تخشين أن الباب يكون مفتوح ويطلع واحد منهم من ينتبه له. فأنا أكد لسنت مثلا تندمين قبل نزولك من المكتب قبل نزولك من الدور هذا لو بعد ساعة بعضهم تستجيب وتقول خلاص أجل توكلنا على الله ونعيد الأمور إلى ما كانت عليه والبعض الآخر يعني تصمم على ما رأته ثم تندم ولا تساعة ندم. ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره. وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان. أحدهما لا يحل لأن الزوج يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية. والثاني يحل لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا. نعم فيه خلاف والإنسان لو مرت عليه مثل هذه القضية يجتهد ويعمل بما به براءة الذمة. نعم. والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم. نعم. والتصريح أن يقول زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك ونحوه. والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك ونحوه. وتجيبه ما يرغب عنك وإذا قدر شيء من ذلك كان وإن قضي شيء كان ونحوه. فصل. ومن خطب امرأة فأجيب. الآن يعني في موضوع الخطبة لو خطب إنسان امرأة فيحرم على الإنسان إنسان آخر أن يتقدم وإذا كان يعني هم يتشاورون ينتظر حتى يستقر القرار فإما أن يوافق ويتم الموضوع وإما أن يرده فيتقدم ويكون على بينة. وأما وهم يتشاورون فلا يصح للإنسان أن يتعدى بأن يخطب لأن هذا فيه مزاحمة لأخيه وقد يكون تضييق عليه وقد يكون لهم رغبة في الإجابة لكن لما تقدم هذا رأوا أنه أفضل أو أحسن أو أجدى فمنعوا ذاك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. نعم. وإذا علم بأنهم ردوا فلا مانع. نعم. حرم على ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وهذا رواه أبو هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلما عاد عليه الصلاة والسلام من خيبر ارتبط به عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكنيته أبو هريرة، ولازم ملازمة كاملة، فيقول ما من أحد من صحابة رسول الله لازمك ملازمتي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. نعم. حتى ينكح أو يترك، حتى يوافقون وينتهي الموضوع أو يردونه، وبعد ذلك يتقدم كغيره من الخطاب. متفق عليه. وفي حديث أو يأذن له فيخطب، ولأن في ذلك إفسادا على أخيه وإيقاعا للعداوة بينهما فحرم كبيعه على بيعه، وإن لم يسكن إليه فلغيره خطبتها، لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية، اثنين شخصين من أكبر الشخصيات جو يخطبونها. نعم. أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية بأنه ضراب للنساء يعني يضرب، أو الرواية أخرى فلا يضع العصا لأنه من سفر إلى سفر، فلا من سفر إلى سفر يقول كأنه موكل بفجاج الأرض يذرعها، ما يأتي من سفر إلا يروح سفر ثاني، والمرأة بحاجة إلى أن يكون الرجل قريبا منها لإنجاز ما تحتاج إليه ولقضاء حوائجها ولإدخال السرور عليها، فأما هذا فهو يقول لا يضع العصا عن عاتقه، إشارة إلى أنه كثير الأسفار من سفر إلى سفر، كأنه موكل بفجاج الأرض يذرعها. والرواية الثانية فلا يضع العصا يعني يقول بأنه يضرب، ضراب للنساء، فبعض الناس نسأل الله السلامة قد يفعل هذا الشيء وهو لا يجوز ولا يفعله الأخيار، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، لقد طاف بآل محمد نساء كثير يسكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس إلى أولئك بخياركم، فالمرأة بحاجة إلى من يحترمها ويقدرها ويدخل السرور عليها، لا إلى من يضربها ويهينها. نعم. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما عنده شيء، مع أنه ابن شيخ مكة، أبو سفيان بن حرب هو شيخ مكة، آلت إليه المشيخة، وهو يعني الشخصية رقم واحد على في مكة، فهنا يقول أما يعني أبو جهم فهو يعني لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني عند أبوه ما عنده شيء. نعم. فصعلوك لا مال له انكحوا أسامة. متفق عليه. فخطبها بعد خطبتهما، وإن لم يعلم هل أجابت أم لا، ففيه وجهان، أحدهما التحريم لعموم النهي، والثاني الإباحة لأن الأصل عدم الإجابة المحرمة، والتعويل في الإجابة والرد عليها إن كانت غير مجبرة، وعلى وليها إن كانت مجبرة. فصل. هنا يعني نقف على النوع الثامن، الملاعنة على الملاعن. قلنا في درس سابق لو أن إنسانا اتهم امرأة بفعل الفاحشة وقال فلانة فعلت كذا وكذا، نقول أثبت أو حد في ظهرك، كم الحد؟ الحد 80 جلدة وعقوبة معنوية، وهو أننا نسقط شهادته
ولا نقبلها في المحاكم، ما تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله عز وجل. ولكن المشكلة إذا كان الذي يتكلم بهذا هو الزوج، فلو قلنا أثبت أن له الإثبات، وإذا قلنا حد في ظهرك معناه أننا يعني أثقلنا عليه الأمر، يعني زوج فراشه دنس وظهره جلد. فلذلك الشرع أثبت الملاعنة بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الثلاثاء. وإذا تمت الملاعنة فيكون التفريق مؤبدا، ليس إلى أجل، وإنما التفريق مؤبدا. الملاعنة قد تكون أحيانا مقترنة بنفي الولد، يقول أن هذا الولد ليس مني، فإذا قال ذلك نسبناه إلى أمه ولا ننسبه إلى أبيه. وأحيانا تكون ملاعنة فقط بدون النفي، بدون نفي النسب، فيبقى الولد ولده. يعني نتحدث عن هذا بالتفصيل في درسنا القادم في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات كالمتبع. ويوم الثلاثاء نرجع إلى هذا الفصل، وهو الفصل الثامن، وهو الملاعنة وأحكامها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.